يأتي ذلك فيما شدد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على أن المملكة تقف مع الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كانت القضية الفلسطينية ولا زالت هي القضية المركزية للعرب والمسلمين، وهي كذلك القضية الأولى لبلادي منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، وتأتي على رأس أوليات سياستها الخارجية. لم تتوانى المملكة أو تتأخر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بكافة الطرق والوسائل لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة بكامل السيادة على الأرض الفلسطينية بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقد بذلت المملكة جهوداً كبيرة ورائدة لنصرة الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في جميع المحافل الدولية لنيل حقوقه المشروعة. وكان من بين تلك الجهود تقديمها لمبادرة السلام العربية عام 2002. إن المملكة العربية السعودية وانطلاقاً من موقفها الداعم للسلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس تؤكد مجدداً وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته لتحقيق آماله وتطلعاته، كما تؤكد أنها لا تزال ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق على كافة الأصعدة وما يتوصل لها الشقاء الفلسطينيون، وستظل داعماً لقراراتهم الوطنية.